واش الدراري واش البنات، السلام عليكم، معكم بديو مساعد. مرحبا بكم فيديو جديد، فيديو جديد، سنة جديدة 2022، أول فيديو ليا بلا ما فيه. خليت لكم واحد ستوري في انستغرام وستوري في باش فيسبوك، قلت لكم نتوما سولوني وأنا غادي نجاوبكم. ودوا البلان الدراري، غادي نشوفوا الرياكشن ديالي على الأسئلة اللي غادي يخليوني الناس. قسما بالله إلا باقي ما شفتهمش من بعد ستوري، جيت مباشرة دابا دخلت للخدمة، حطيت التليفون كنصور به قدامي بيسي، غادي ندخل نقرا الاسئله وغادي نجاوبكم نيشان. غنبداو باول واحد في لاباج فيسبوك ودو بلان، هذا رضا ما دخل دابا ويطلع هو الاول، خلى الميساج، قال لي شنو هي احسن لعبه عندك، شنو هي احسن لعبه عندي. ما عرفتش شنو بالضبط بغيتي تعني اخي رضا، وليني احسن لعبه عندي شي سالتو افو، شي تنقيزه من دار لدار وتكون بعيده، هادي هي احسن حاجه عندي. شنحس بواحد احساس واو. واحد الصاد قال لي جمعه مباركه عصام، الله يبارك فيك خويا الزوين. خير رضا ازرق، خير رضا الازرق قال لك خير، اللي بغينا نستافدو منك في داكشي ديال الاصابات وكذا ولي بليسيو وكيفاش كتعامل معاهم. الصاد كيفاش نتعامل مع الاصابات، بعدا كيفاش كنت نتعامل معاهم، على حساب كل حاله وكيفاش تتعامل معاها. الا كنتي مهرسه الصاد ولا هذيك الحاله صعيبه، خاصك ما تقيش راسك، خاصك غير تحاول تفيكسي الايد ديالك ولا الرجل ديالك حتى توصل لوبيطال باش يديروا لك الاسعافات اللازمه. سهلا كانت غير جرحه خفيفه ولا راه باين البلان الصاد، راه غير تتمسح هذيك البليصه وتتحاول ما تخليهاش تعفن. وانا بالنسبه للاسعافات كنت قريت الاسعافات الاوليه، وانا والبلان داكشي الحالات يكونوا مختلفين. هاد الساط هذا قال لك شحال عندك، منين بديتي تتريني اول مره؟ الساط بديت كنتريني ملي كانت في عمري، بديت بعدا الجيمناستيك ملي كانت نقرا في الخامس، كانت في عمري هذيك الساعه في 2004 تقريبا ولا 2003، دابا انا في 30 عام. قال لك عزيز، قال لك بغيت نحيد الكرش، شنو خاصني ندير؟ الصاد اش خاصك دير؟ خاصك تفيق الصباح ودير واحد الساعه ديال الكارديو وتنقي الماكله ديالك وتحيد السكر وتحيد الماكله ديال الزنقه كامله. الكرش ماشي شي حاجه سهله باش تحيدها بزاف. غنجي واحد امين، واحد قال لي واش انت متكبر؟ واو لا صعب والله، انا متكبر، قلت الشاب تنعيش حياتي عاديه كاي انسان عادي، ما تنعرفش. قلت لي السلام، نرد لك السلام، واش تقدر كاع ما تقولش لي السلام نقول لك السلام؟ بزاف ديال الناس في الشارع تنقول ماشي تيشوف فيا تنقول ليه السلام، حتى جيتي شي حاجه غادي نوقف معاك. مرحبا الصاد. واحد خونا قال لك عز الدين بغيت نحيد الكرش، سؤال بحال ديال الصاد الاخر، كي قلت لك الكرش خاصك دير واحد البروغرام نظام غذائي وتريني على الصاد. عبد الصمد قال لك بغينا شي بروغرام تبعوه اللي فتح الحوض، بغى يفتح الحوض ديالو خويا، ما عنديش درايه بهادشي ديال الاحواض. واحد قال لك محمد هضرنا على بروغرام كيفاش كدير تحسب الماكله ديالك. الصاد خي محمد، ما عمرني في حياتي حسبت الماكله ديالي، تنجي الصاط نيشان تنقص الكارب ديالي كنطلع بروتين، تمشي داكشي غير بيني وبين دماغي وتنشوف الا حسيت براسي غادي واش نطيح في الميزان. داكشي اللي بغيت ما كنتش نطيح، تنعرف عندي مشكل في شي بلان وتنزيد نقص، هادشي اللي كاين. اما داكشي ديال الحساب وكذا خلينا الموالي اللي طالع لي كومبيتيسيون وكذا. نزيدو الصاط عندك ياسين، ياسين قالك السلام خويا مهدي، بغيتك تعاون معايا، بغيت نطلع صحتي خويا، عندي صدر زوين ولكن بغيت لي الكادر قالك زوين وبغيت لي يخدم معايا. خي ياسين مرحبا، الا بغيتي نخدم معاك ولا شي بلان خليني من بعد ميساج ولا صوني ليا في التليفون ونخدم انا وياك، نشوف لك شي بروغرام نخدم ليك. هاد لا فيديو ماشي ديال البروغرامات، هاد لا فيديو ديال سولني نجاوبك. أكثر ديال الناس مسولين غير كندير شي مشكل. منين تو انت بادي في لاصال خي زكريا؟ تقريبا من 2000
2004 بديت كنتريني جيمناستيك الحديد في شي 2010 تقريبا. قال لك سعيد خويا بغيت نبدا ندخل البروتين في النيتريشن ديالي اش بان لك؟ خذو خويا مرحبا خويا خذ الصاد عادي. كاين شي اسئله بليده لا داعي لذكر السؤال وكذا من خلال القرايه ديالي تيبان لي سؤال بليد تيبان حتى مولا بليد يعني هذا ما غاديش نجاوب على كل شيء. قال لك واحد الصاد هو قال لك بغيت نبدا لاصال وما عرفتش منين نبدا شي فكره منين غادي تبدا. تبدا من ا وغادي تسالي في زيد كاملين تنبداو من ا وتنساليو في زيد كاملين تنبداو من واحد وما تنساليوش العداد لا ينتهي. فلهذا الصاد النهار الاول هز الساك ديالك وقول لهم غادي نمشي نتريني وسير تريني وتوكل على الله نهار على نهار راك غتلقى راسك هو بديتي. قال لك واحد خويا تبارك الله عليك خويا مهدي برافو الله يحفظك ليا اخي محمد شكرا. واحد قال لي واش كدير برويف كنت ندير اخويا حتى انا شويه ديال لي بروتيين وشويه ديال بي سي ا وشويه ملي كنت تنتريني ميسكيلاسيون. قال لك واحد خونا علاش ما كتبانش في الافلام فريمون هاد البلان تيسولوني ليه بزاف ديال الناس علاش ما بقيتيش تدير افلام قصيره علاش ما بقيتيش تدير ساتر ولاو بزاف ديال الناس ولاو تيديروا افلام قصيره ولاو بزاف ما بقى ما خلاوش لك افكار فين تخدمو انت تجي تبغي تخدم شي فكره تبقى راه خدمو على 100000 واحد هادشي حتى تصور يقول لك فين انا صورو في الفلام. المشكل ديال العالم كلشي ولا باغي يتشهر كلشي ولا داير قناه في اليوتيوب كلشي داير باج في فيسبوك كلشي ولا انا حاولت نجر راسي للاتساع يعني دابا مركز على الخدمه ديالي مركز على الاهداف ديالي عندي بزاف ديال الحوايج جايين لقدام. العالم ديال لي فيديو راه ماشي قلنا شو ماشي هو من الناس ناكل الخبز عندي بزاف ديال الحوايج خاصني ندخل فيهم العطاء ونفكر فيهم. هذا صعب افلام وكش اللي نضيع فيه وقتي مع اللي ما ندير به خلينا نمالي. كان شي فيلم سينمائي غادي تخلص العاقة شي حاجة ديال بصح اوكي. واحد قالك حيد الموسيقى صاحبي خويا مهدي صافا صافا شكرا. شحال كتاكل من وجبة في النهار؟ هاد السؤال مزيان خي نادر في البريباراسيون ديالي تما صارت ستة الوجبات في النهار. اما دابا في النورمال طالق ثلاثة اربعة. قال لك الصاد معايش كتفيق الصباح و تحيا البطل ديالنا والله حفظك يا خويا ايوب ماش كنفيق الصباح تنفيق ديما مع السبعة ونص حاليا تنفيق مع السبعة ونص تنوض تنقعد فراشي تندير واحد العشرة دقائق ديال اليوغا من بعد تنوض ندوش نفطر و تنجي نخدم نمشي. كيفاش بديتي المسيرة ديال الباركور؟ كيفاش بديتي المسيرة ديالك في اليوشي؟ صار اليوشي بديت كأي أتليت كان تيصور دي فيديو ديال الباركور ويمشي يلوح في اليوشي باهي صافي غادي تلوح. واحد النهار واحد الصاد قال لي قاد لك لاتسنس تخلص على لي فيديو ديالك وعطيتو الباس ديالي ولا عيباش ورعد لي لاشين. ديك الساعة كانت عندي في لاشين مارشي 30000 ولا 40000 في ذاك الوقت مكانش اليوتيوب أصلا اللي تيديرو اليوتيوب كانو نودراء قلع صافي ضرب لي لاشين. من بعد عاد قديت واحدة أخرى وديت في الشوارع وخا اليوتيوب أنا عندي شي حاجة تافهة متركزش عليها. واش كاين فرق بين لي فيتامين اللي في الفرماسيان واللي عند صحاب المكملات؟ صافي مغاديش نقدر نجاوبك على هاد الفكرة هادي. غير صحاب المكملات يكون عندهم واحد تي واحد الكونسونطراسيون على هاداك على هاداك البرودوي كثر من اما هو كلو الشركات يختلفوا الصنع ديالهم تيكون يختلف هذا هو البلان. ابراهيم ما هي احسن نصيحة عطالك؟ احسن كوتش الساط انا كوتش مهم عندي الساط عندي صاحبي واحد سعيد المصري راكم كاملين تعرفوه. النصيحة هي اي حاجة تجي بالزربة تمشي بالزربة ما خاصكش الساط تبقى تسرع
شي حاجه تدقى تديرها تجيك بالزربه فشي بالزربه. حنا قلنا غادي نمشي غادي نخدم بروغرام ندخل الدوبي وكذا وهذا نطلع فورما واو بالزربه، ولكن نكون مأكد هادشي بالزربه. فلهذا انا بغيت تبني شي حاجه بني على الصح شويه بشويه بشويه بشويه. واحد قالك جون امبر كمشي غادي تزيد من طن 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 اخويا كاين شي واحد تيخليو تي كومونتيرات في دي ستوري لا علاقه صات قول شي حاجه زوينه ولا ما تقولهاش من الاحسن خليها عندك اش ما غادي تنيرفيني و تعطيني طاقه سلبيه خليك تعطيني واحد الطاقه ايجابيه باش الا قريت واحد انا واحد الميساج لواحد الكومونتير ديالك نحاول نفيدك بشي حاجه. انت الصاد ما تنقول تلقاك دير ليا كومونتير فاش انت اصلا فاش تزيد تبغي تفشلني انا بلا صلاح ود الحاجه قال لي باغي نولي بحالك اها علاش لا تولي احسن مني كلشي تيجي بالصبر تريني تريني انا ملي كنت باغي نولي هادشي اللي وصلت ليه كنت تنضرب شامير اصاحبي حتى فاق الصباح تنوض نتريني و تنتفرج في دي فيديو تنقول بغيت نكون بحال هذا نكون احسن من هذا وكذا وكذا وحار دوس بزاف شي الصاط اللي وصلت ليه راه ما وصلش ليه غير كوك راه كنت تنحلم ولقيت راسي لا ضربت عليه تماره تماره توشيت بزاف ديال الاهداف كنت باغي نتوشي من حياتي توشيت والحمد لله وكان القادم احلى ان شاء الله. واحد قال لك اللي غادي نقول لي ما تبقاش تحط صورك هكا عريان وكنا اللي غادي نقول لك السفلو كيسير ديها في راسك ديها في راسك ديها في راسك. ياسين قالك فين كتسكن؟ كنسكن اخويا في رفقي بن صالح. شنو هو المستوى الدراسي ديالك اخويا؟ بكالوريا ما كملتش قرايتي بقيت تابع التنقاص الحمد لله سهل الله وخدمنا وحنا بخير. خويا مهدي بغيت نستخدم مكمل غذائي باش تنصحني عزيز سبو بنتي ليا في التصويره ديال الكرقيع شوف لك الصاط شي ماس كاينه راه يخدم ليك. خويا علاش ما بقاش كتعدل الافلام قصيره؟ جاوبت على هاد الكيستيون عندي. واحد قال لي دير كومبا مع هشام الملولي. خويا انا ما تنديرش كومبا باش انا مش كومباتور انا اتليت تندير باركور ندير مع كومبا ندير مع كومبا الا كانت شي حاجه في الدومين ديالي في الباركور واخا انا حبست دابا لاني باقي عارف راسي كاين دير مع كومبا ستريت ورك اوت شي لعيبه ما غادي نديرو الليغات ونبداو نتخاطو راه كاع غادي نعطيهم ماشي فهمتي انا يعني لا داعي لهذا هذاك الصاد تيبقى عشيري ودوز الثانويه بزاف ولكن كان لا اقبال خليو لي كومونتير بغيتو تشوفو شي كومبا انا وياه راه مكاينش مشكل طلبتوها بزاف ديال المرات نطاقيو ولا طاقيو ولا بغا اكسبتا كاين كاطي منين تو تكترينا ديجا جاوبت على هذا كاين بزاف ديال الاسئله الفيديو غادي يكون طويل ما عندناش مشكل نديرو فيديو اليوم غير ديال الباج فيسبوك ومن بعد نديرو فيديو ديال الانستغرام. واحد خويا بغيت نسولك الله يحفظك انا كنتريني عندي عندي لي فيزيبس قالك طايح بزاف ما عرفتش مناش لي فيزيبس والله ما عرفتش شنو هي يعني لي فيزيبس لي فيزيبس واش البيسيبس ولا التريسيبس ولا الخريزيبس ولا شنو ما فهمتش الصاد سمح لي خويا عييت ما تريني والو الكرش ما بغاش تحيد وما بغاش تطرا صافي المشكل المشكل فيك الصاد المشكل فيك انت ما تنضابطش في الماكلة ديالك ملي تجي تبان لك الحلاوة ولا شي تبان لك شي لعيبة بنينة تمشي تغمس فيها ماشي تبقاش في النضيبات ديالك نجي نقول ما غاديش ناكل هادي ما غاديش ناكل ما نقيش هادي ما نقيش هادي غادي نترياني غادي نترياني عندي الكارديو عندي الكارديو عييت لا ما عييتش خاصني نزيد نكمل باش نوصل باش نشوف راسي كنا الساط راه ما عمرها يبان لك لي زاردو كيما تشوفهم عند لي زاتليت في لانستا ولا كدا هادوك راه تياخدو لا يدوش باش يوصلو هكا واحد قالك واش هشام ملولي احسن مستوى وصل طبيعي ولا استخدم المنشطات
تنظن انك الساط ما غاديش يستعمل المنشطات حيت ما عندوش لاش. واو جيني ديالو زوينين جبل لي الساط تيتريني تو تيضرب تيعملها ما نظنش يعني يكون طبيعي ما تياخد تو دي كومبليمون لعباس ولا اني ما مدخلش لي زونمون. دابا واش الاسئله ديالو ولا ديال هشام غادي تحمقوني قدر الله. بغيتو تسولو هشام سيرو تسولو هو. عطيني بروغرام ديال الماكلة وديال لونطريمون واخا انا نصيفطهم لك اخويا تلقى. اريد ان اسافر الى المغرب ساعدني انا من متابعيك من زمان. يا اهلا ومرحبا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا ومرحبا تعال تعال تعال. واحد صيفط لي دوبل باي شكرا. واحد كيسول لي مسيره موفقه خويا مهدي لي حضرك الله من العين وكثر يا ربي شكرا كريم شكرا. تتايا مسافت القليبات واحد البنت هي كتبات لي الله يحفظك من شر الخالق يا ربي امين شكرا اختها اللهم بارك. شكرا لك صديقي ربي يبارك فيك خويا. بعد اذنك ممكن استفسر من حاجه استفسر يا حاجه استفسر 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 احنا هنا للاستفسار. بونجور بونجور سلام بغيت شي برنامج غذائي يسعد الله اوقاتك واوقاتك ومساء النور ومساء الورد وعدة رسائل فيها كذا وكذا 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 ولهذا لا استطيع الاجابة عن جميع الاسئلة. ساو الدراري سمحوا لي تقريبا باقي بزاف ديال الاسئلة غادي نحاول ندوز غير من الفوق خويا. هضر لينا على رياضة الشوارع واحد هضرنا على الافلام القصيرة باقي عندك الوالد والوالدة ديالك الله يخليهم لك يا ربي امين. واش الكرياتين مزيان تحياتي وي وي دير معانا شي حل ديال اش هاد الحل اللي بغيتي ندير معانا ندير في البطل ديالنا تكبر كدا في حياتك شنو هما الاهداف وزيد وزيد امتى وانت كتريني واش تجيني واش 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 السلام لاباس بخير الحمد لله. كاين بزاف ديال الاسئلة الصاد الى جيت نجاوب كاع على الاسئله كاملين هاد لا فيديو ما غاديش يسالي ما غادي نسالي واش غادي دابا غادي نحاول نديرو له جوج ديال الاجزاء الجزء الاول هو هادي الحشو والجزء الثاني غادي نحاول نصورو من بعد باش نجاوب على لي ميساج ديال الانستغرام ونكملو لي ميساج اللي طالعوا لينا هنايا في لاباج فيسبوك. هذا هو البلان. الى عجبكم لا فيديو خلي كومونتير جيم بارطاجيو ولا بغيتوني نهضر لكم على شي بلان خليو ليا في كومونتير ولا بغيتو تشوفوا شي فيديو خليو ليا في كومونتير شنو بغيتو تشوفوا شي تحدي شي لعيبه مرحبا أحبكم جميعاً.